طيب احنا اللي عملناه المره الماضيه كان في عندنا اربع كلاسز: ستودنت، كورس، ستاف، ديبارتمنت. مش هيك؟ راح اروح على الانتيتيز، اعمل هون كلاس ستاف، راح اعمل كلاس كورس، راح اعمل كلاس ديبارتمنت، وراح اعمل كلاس ستودنت. مش هيك؟ بعدين بناء على الرسمه كان في عندي الكورس belongs to department، الستودنت enroll in course. خليني احطها هيك على جنب بس وانا بشتغل على البروتيجي. في عندي object properties، راح اعمل اول object property اللي هي enroll in، وهاي حتكون بين الستودنت والرينج تبعها هيكون الكورس. بعدين هعمل بروبرتي ثانية اسمها study at، study at الدومين تبعها student، والرينج تبعها هيكون department. بعدين بين الكورس والديبارتمنت هيكون في عندي belongs to، الدومين تبعها كورس، والرينج تبعها هيكون ديبارتمنت. بعدين هيكون في عندي works at، اللي هي بين الستاف والديبارتمنت، الستاف والرينج تبعها الديبارتمنت. بعدين في عندي teaches و is taught by، teaches اللي هو بين الستاف والكورس. وبدي اعمل كمان واحدة is taught by اللي هي بين الكورس والستاف. في شغلة أنا ما أعطيتكم إياها بدي أورجيكم إياها اليوم. اللي هي الـ inverse of. هلا إذا متذكرين بالرسمة الـ teaches والـ is taught by هم عكس بعض، مش هيك؟ طلع teaches بين الـ staff والـ course، والـ is taught by بين الـ course والـ staff. هذول سهمين عكس بعض. تقدر تيجي تحكي الـ is taught by inverse of teaches والteaches الانفرس تبع الـ is taught by، بتصير مفهومة انه هذول الثنتين سهمين عكس بعض. يعني بكون فيش داعي احط بين رينجز. ساعتها ممكن محتاجش احط دومين ورينج، لا خلص مفهوم انهم عكس بعض بمجرد ما اعمل الاوبجكت بروبرتي، بس بعكس الدومين بدون ما اعكس الدومين والرينج، بس بحكي له هاي عكس هاي، هو لحاله بفهم انه الدومين والرينج عكس بعض. هلا بالنسبه للداتا بروبرتيز، انا ممكن يكون في عندي مثلا الستودنت اي دي، اس نيم، كورس اي دي، كورس نيم، اس اي دي الستاف اي دي، ستاف نيم، وبعدين ديبارتمنت اي دي وديبارتمنت نيم. الديبارتمنت نيم الدومين تبعها هيكون الديبارتمنت، الرينج تبعها هيكون من البيلت ان تايبس هتكون سترينج. الديبارتمنت اي دي برضو هتكون للديبارتمنت، الرينج تبعها هيكون خلينا نفرض انه انتجر،
دكتور طب ما بظبط اعطي اي دي ونيم لكل ال بزبط، بس انا مشان اميزهم بس. اه الستاف نيم، الدومين تبعه الستاف، الرينج تبعه حيكون برضو سترينج، الستاف اي دي برضو ستاف، والرينج تبعه حيكون انتجر انت او انتجر، بصير احنا حطيناها انتجر انت، اوكي نعملها انتجر كاملة. طيب الكورس نيم للكورس وحيكون سترينج، الكورس اي دي للكورس والرينج تبعه حيكون انتجر، الستودنت نيم للستودنت والرينج تبعه سترينج، والستودنت اي دي للستودنت والرينج تبعه انتجر. لحد الآن الداتا بروبرتيز تمام، راح أخزنه as rdf xml، أخزنه أسميه class task، class task number one هاي سيف. أوكي بعدين بدي أعمل individuals. أنا بالرسم شو كنت طالب؟ كنت طالب five students، مش هيك؟ 3 courses 2 departments و 3 staff members. خليني أبلش بالسهل departments، هون مثلا IT أو CIS. ال IT of type department و CIS of type department. أوكي ال IT بدي أعطيها data property، وين الديبارتمنت اي دي؟ واحد، والفاليو تبعها انتجر. وبعدين بدي اضيف لها ديبارتمنت نيم، انفورميشن تكنولوجي، والتايب تبعها حيكون string. هاي صار في عندي department name و ID. CIS بدي أضيف لها data property department name، string بدي أعطيها ID department ID 2 و integer. اوكي departments امورهم تمام. هلا بدي اعمل 3 staff members، بشار التايب تبعه staff، حساب التايب تبعه staff، إبراهيم تايب تبعه staff. كل واحد من الستاف بدي أعطيه ID، بشار ال ID الستاف ID تبعه واحد integer، حسام الستاف ID 2، إبراهيم الستاف اي دي 3. بعدين بحط الستاف نيم، الستاف نيم بده يكون سترينج،
مثلا staff name او الستاف نيم. بعدين شو بدي اضيف؟ بدي اضيف كورسز، بدي اضيف 3 كورسز، مشيت؟ واحد سيمانتيك ويب، اثنين DSS، ثلاث داتا مايننج. داتا مايننج تايب تبعه هو عبارة عن كورس، داتي داتا بروبرتي كورس اي دي 190.4.0.0.0.1، هذا الكورس اي دي، والكورس اي دي لازم يكون انتجر. تشيك اوكي. وبعدين بدي اضيف له كورس نيم. طبعا هذا الحكي كل مكرر، المفروض انتم عملتوه امبارح. اوف تايب سترينج اوكي، دي اس اس تايب تبعه كورس، الداتا بروبرتي كورس نيم اوف تايب سترينج، decision support systems اوكي، وبدي اعطيه كورس نمبر او كورس اي دي، بده يكون انتجر 190.4.0.0.2 اوكي. semantic web of type course، خيلها كورس اي دي 190.4.0.0.3 اوكي، وبدي اضيف له كورس نيم سيمانتيك ويب او اوف تايب سترينج. صف عندي بدي اضيف لي 5 طلاب، 5 طلاب، مين بدي اضيف 5 طلاب؟ محمد، وأنس، أنس اليوم مشرفنا، حاضر، وياسمين، إجت على حالها وصحيت من النوم، ومين كمان؟ شكرا دكتور. عفوا، عفوا دكتور. والست منار مداوم اليوم. مين ناقص كمان؟ أعطوني اسم، واحد يعطيني اسم بسرعة. دكتور فريد. فريد فريد؟ ها دكتور، أنا معك. طيب فريد، طيب أنس. دكتور إلي بوناس؟ لا شكرا. عفوا أنس التايب تبعه student، في إله الـ student ID، وخلينا نعطيه name، أنس name. طبعا كلكم راح أحط العيلة name عشان أريح حالي، ما حدش يقول لي فلان وفلان. يعني دكتور حطنا، حطها إيه؟ حطنا أصنع عيلنا. أنتم كيفين عشان بتسجل بالفيديو صح؟ هيك حسن حلنا كتير. واو. طيب الـ student ID تبع أنس 0.16.0.1 نشوف. فريد، فريد الـ type تبعه student، الـ student ID 0.16.3.2، وبعدين نعمل له student name، فريد name of type string.
بعدين set manner of type student. The student ID تبعها أو the student name تبعها. Manner name. بعدين نعطيها ID 016003. محمد type تبعه برضو student. Name محمد name والID 016004 هذا حيكون integer. أو ياسمين student الID تبعها حيكون 016005 ونعطيها name ياسمين student ولا name نسينا. اوكي هاي string هاي. اوكي هيك احنا بنكون خلصنا الانديفيدجوالز اللي موجودين بالرسمة وخلصنا كل الشروط اللي موجودة بالرسمة. عملنا relations properties، عملنا الكلاسز، عملنا الداتا بروبرتيز الاوبجكت بروبرتيز، عبينا داتا. بس صفة شغله واحده، نشبك الطلاب بالمدرسين بالكورسز بال بالديبارتمنتس. مزبوط ولا لا؟ هلا بدنا نعمل التالي. بنروح على اول إشي على كل كورس زي داتا مايننج مثلا belongs to CIS. نروح على DSS belongs to IT. نروح على Semantic Web belongs to. طيب thank you. Belongs to IT. هلا نشوف الشغلة الثانية. الكورسز ربطناهم بالديبارتمنتس. هلا الستودنتس نربطهم بالديبارتمنتس. مثلا أنس study at IT. فريد study at CIS. منار study at CIS. محمد study at IT. ياسمين study at CIS. ربطنا الطلاب بالأقسام. طيب نشوف المدرسين. بشار شو علاقة المدرسين بال الستاف works at مشيك والديبارتمنت. بشار works at IT. teachers. لا دقيقة دقيقة نحن خلينا واحدة واحدة. حسام works at IT. إبراهيم works at CIS. نحن للتنويع طبعا مش أكثر من هيك. خلصنا من ال works at. هلا the student enroll in course مش هيك؟ وين the students اللي enroll in courses؟ بروح على أنس. أنس study at IT enroll in data mining. فريد
enroll in Semantic Web. وبرضه فريد ممكن to enroll in DSS. منار enroll in Semantic Web. Enroll in DSS. محمد enroll in DSS وبنفس الوقت enroll in data mining. ياسمين بجوز مش مسجل مواد الفصل هذا بشيك enroll in DSS بس 15 ساعة يا دكتور قديش؟ 15 19 15 15 كويس. طيب صف عنا آخر two properties إحنا بدنا نشبكهم اللي هم teaches و is taught by. هلا بروح على بشار works at IT teaches semantic word. بعدين حسام teaches data mining و إبراهيم teaches DSS. طيب الـ is taught by وينها؟ مش موجودة. is taught by مش موجودة. هلا مشان تتأكد بروح على الـ object properties بشوف أو individuals by classes by properties. المفروض يكون في عندي ترتيب له the individuals by هاي object properties. هاي object properties. اوكي. لما بكبس على the usage بشوف مين teaches ايش. هاي بشار teaches semantic web. حسام teaches data mining. ابراهيم teaches DSS. Works at كل واحد works at department. Study at هاي انس وهاي فريد وهاي منار وهاي محمد وهي ياسمين. is taught by طبعا لسه ما استعملتهاش بس هو حاط الجنرال رول تبعها انه teaches inverse of is taught by. enroll in حاط لي انس enroll in باي كورس. فريد منار محمد وياسمين belongs to data mining الكورسات belongs to CIS DSS للIT وsemantic web للIT. إذا بدي أعمل check فقط على الobject properties اللي موجودين عندي بشوف كل object property وشو مربوط فيها. أوكي شغلة صغيرة بس بدي أعملها مشان أكون في السليم. The student بدي أحطه هو عبارة عن بالآخر هون تحت في عندي disjoint with. The student disjoint with الكورس والديبارتمنت والستاف. بمعنى آخر الطالب لا يمكن يكون لا ديبارتمنت ممبر ولا كورس ممبر ولا ستاف ممبر. ما بصير نفس الانديفيدوال to belong to multiple types. هلا هاي ليش مهمة؟ لأنه الريزنر بده يرجع يشيك على كل انديفيدوال شو التايب تبعه وإيش احتمالية إنه يكون من تايب ثاني مشان يعمل لك suggestions. فخلينا نشوف هلا بس اعمل run للreasoner start reasoner حكالي في عندك مشكلة. وين المشكلة؟ the student id range تبعها integer وانت حاط لي اياها ايش؟ منار id تحديدا هيها منار عملت لي مشاكل حاط لي اياها string. اروح على منار ال id تبعها فعلا محطوط string. خليني اشطب هذا ال id أعمل ID جديد student ID 016003 والتايب تبعه مش string التايب تبعه integer. أوكي أرجع أعمل synchronize reasoner الأمور تمام. هلا reasoner شغال الأنتولوجي تبعي consistent. شوف الأنتوغراف تبعها خليني أطفي الريزنر بس مشان ما يعلقش الجهاز زي المرة الماضية.
هاي الكورس. ياسمين، منار، أنس، داتا مايننج، سيمانتك ويب، بشار، سي اي اس، حسام، اي تي، فريد، محمد، دي اس اس. ظل حدا عنده بلسات بستاف؟ ما ظل حدا صح؟ هاي عندي student، هاي عندي staff، هاي عندي course. أنا على فكرة بس عم بزيح فيها هيك شوي، بدي إياكم تشوفوا هاي الجزئية الستاف والكورس، شايفينهم؟ في هون سهم من الستاف للكورس، teaches الستاف teaches الكورس، وفي من الكورس للستاف سهم course is taught by domain. لاحظ كيف السهمين عكس بعض، شايفينهم؟ ترى هلا أنا ما عملت الانفرس. مو مشكلة لو عملتوهم two properties بدون ما تحكي على إنه واحدة منهم inverse الثاني، مو مشكلة. هلا الانتولوجي عندنا شوي راح تطلع كبيرة، لأن أنتم ملاحظين في عندنا individuals كثير، وكل individual فيه له خصوصية بعدد الكورسز وكل department هو وين موجود، والCIS والCS والسيمانتك ويب وهي الديبارتمنت، ومحمد محمد محمد اللي تخصص data mining، حسام، فريد، DSS. شايفين هالأنتولوجي محلاها؟ خريطة مش هيك؟ هيك على الأقل أنا متأكد أن الأمور مربطة، وبنفس الوقت الريزونر بحكي لي أنه الداتا تبعك consistent logical، بمعنى آخر الداتا تبعك أمورها في السليم إلى حد الآن، إلى حد الآن. طيب هلا بدنا نروح على السباركل. على السباركل شو بدنا نعمل؟ خليني أسكر البروتيجي. هلا على الأقل أنا عارف وأنتوا عارفين إيش اللي بدنا إياه من يعني، أو عارفين الديزاين تبع الأنتولوجي اللي بدنا نشتغل عليها. هسه راح نكتب على النوت باد بلس بلس شو الاشياء اللي بدنا اياها من الانتولوجي تبعنا. دكتور في مجال ترفع لنا ملف الاول تاع الشغلك عشان نتاكد و... على طول بس اخلص المحاضره برفع لكم اياه على الفايلز. تمام شكرا. طيب. اهلا وسهلا. أول شغلة، الشغلات البسيطة اللي بدنا نعملها get all individuals of type student، هاي بسيطة. دكتور طب هلأ عادي أنا أكتب عندي عن النوت بدون، لأنه ما عندي نوت باد بلس بلس. عادي عن النوت باد العادية. تمام. هلأ أنا بدي أحكي لكم إيش المطلوب تعملوه. أوكي. هذول simple tasks. simple tasks أول إشي، هذول simple tasks. أول إشي get all individuals of type student. اثنين، هذول شو هتمرنوا حالكم get all individuals of type course. ثلاثة، get all individuals of type staff. أربعة، get all individuals of type department. هذول very simple tasks، خلينا نسميهم ايش very simple tasks. اثنين simple tasks،
واحد get names and IDs of all individuals of type student. ما بدي بس تجيب لي الانديفيدوال نفسه، بدي النيم والاي دي تبعه. نفس الشيء of type course، نفس الشيء of type staff، نفس الشيء of type department. ثلاث دكتور، طب بصير هذا التاسك نخليه مثلا ليوم الاحد؟ انا ما بحكي لكم هلا تخلصوا، ما بحكي لكم هلا تخلصوا، انا بدي اعطيكم اياه ليوم الاحد فعلا. تشتغلوا عليه من ليوم الاحد ان شاء الله دكتور. اوكي، فكل واحده من هذول هي عباره عن سباركل كويري. ما انا هلا لسه عم بكتب لكم السباركل كويريز اللي بدي تعملوهم. اوكي، more complex tasks. واحد get names and IDs of all individuals of type student with their registered courses. وبالمناسبة انتوا هذول الأربعة اللي فوق اللي بالجزء الأول بالجزء الثاني بالسيمبل فيري سيمبل تاسكس هي عملية ميكانيكال، متى ما زبطت معك واحدة بزبطوا معك الأربعة. فهي فعليا مجرد كويري واحدة زبطت معك، جبت all individual of type students، راح تغير اسم الكلاس. فهي العملية ميكانيكال، مش كثير صعبة، يعني مش كل واحدة بدك تخترع لها كويري. المور كومبلكس تاسكس والكومبلكس تاسكس هذول اللي راح يغلبوك شوي، بس فرصة بتمرن حالك شوي على السباركل، بتصير تعرف إيش اللي كيف ممكن تستفيد من الأنتولوجي اللي موجودة عندك at least. دكتور نعمل سكرين كابتشر لكل واحدة فيهم لأنه ما بينفع كلهم مع بعض صح؟ كل واحدة لحال. بتكتبوا السباركل وبتحطوا والصورة اللي طلعت معاكم الأوتبوت تبع السباركل تحت بالإكسكيوشن. فاهم علي؟ Name. Get all names and IDs of all individuals of type course with their departments. Three. All names of type course with their teaching staff. هاي ثلاث. أربعة. هذول advanced tasks. أسميهم complex وهذول advanced. The advanced tasks بدي أرجع the names and IDs of all individuals of type student with their registered courses and departments. Names and IDs and departments names and IDs. اثنين بدي تجيب لي كل الكورسز
with their staff, teaching staff, names and IDs, and departments, names and IDs, and the staff, departments, names and IDs. ثلاثة. It names and IDs. معلش هذا الفايل برضو راح ارفع لكم اياه. Of all individuals of type student. With their registered courses. And staff with their teaching staff names and IDs and their departments names and IDs. The advanced tasks شوي more complex compared to the other tasks. The other tasks ممكن نحله بجملة بجملتين بسيطين. بس the advanced tasks شوي راح يأخذوا بعين الاعتبار إنك تحاول توصل من كلاس لأكثر من كلاس. يعني بدي تجيب لي طالب مع الكورسات اللي مسجلها والديبارتمنتس اللي هاي الكورسات موجودة فيها. بدي تجيب لي الكورسات الموجودين مع teaching staff مع الستاف ديبارتمنتس، بعدين بتجيب لي الطالب مع المدرسين اللي بدرسوا مع اسماء الديبارتمنتس اللي المدرسين موجودين فيها. تمام؟ وحتى زيدها واحده مشان تعرف الديبارتمنتس هاي بيلونجز لمين. Individuals of type student with their departments. Names and IDs and their teaching staff names and IDs and their departments names and IDs. نجيب لي الطالب والديبارتمنت تبعه. مش هو طالب study at department والteaching staff belongs to or works at department. بدي اجيب لي كل طالب والقسم تبعه واللي بدرسوا والاقسام تبعهم. هاي رقم أربعة. تمام؟ هلا هذا الفايل انا راح اخزنه على الديسكتوب على فولدر السيمانتيك ويب. هذا اسميه كلاس تاسك نمبر 2. راح ارفع لكم هذا التكست فايل وراح ارفع لكم معاه الانتولوجي. الانتولوجي مش مشان تستعملها، مشان تقارنها بالشغل اللي عندك. مع اني افضل انك تستعملها كل الاحوال، مشان كلنا يكون عندنا نفس الاوتبوت او نفس الاوتكم الى اخره. كل واحدة من هذول التاسكس 1.1 الكويري تبعها، 1.2 الكويري تبعها، 1.3 الكويري تبعها والاوتبوت. تمام؟ الاوتبوت اللي هو بالبروتيجي في الجزء السفلي. أوقف الشيرنج شوي. بالجزء السفلي هون لما بتعمل execute مش بطلع معك هون subject to object. بدي هذول